يعاني السواد الأعظم من المرضى بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء. أشد المعاناة من ارتفاع تسعيرة العيادات الخاصة بالمدينة وتفاوتها من طبيب إلى آخر، وبدون ضابط يحدد سعر موحد أو رقابة تحمي المواطنين من استغلال جشع الأطباء لحالتهم الصحية، خاصة أطباء التوليد والأمراض النسائية والدماغ والطب النفسي. وعين تأغي20.com تجمهر العديد من المرضى يصطفون أمام بوابة عمارة مهترئة توجد بشارع القدس، حيث تخلو العمارة الأطباء المهترئة حيث تخلو عمارة الأطباء المهترئة من أي شرط من شروط السلامة الصحية للمواطنين، ضاربين حياة المواطن المريض عرض الحائط. ورغم تكبد بعض المرضى من المواطنين عناء السفر من مدن مجاورة إلى مدينة العيون، لأن ذلك لا يؤخذ بعين الاعتبار لدى بعض الأطباء العاملين بالعيادات الخاصة، ويستمر مسلسل لمعاناة المرضى بالعيون من سوء معاملة بعض الأطباء داخل العمارة المهترئة، خاصة طبيبة نفسانية معروفة بتصرفاتها اللا أخلاقية، وصفين إياها بالطبيبة المبتدئة، حيث غالبا ما تستقبل مرضاها بالصراخ وتطردهم أحيانا من مكتبها مستغلة فقرهم وجهلهم بحقوقهم التي ضمنها لهم الدستور. وفي كثير من الأحيان ما يشتكي مرضى العيادة المعروفة من معاملة الطبيبة النفسانية والتي لا تتسم باللياقة المهنية في الكثير من الأحيان. أضف إلى ذلك أسلوبها الغير مبرر بالاستهزاء والاستخفاف بالمرضى من المواطنين ومخالفتها لقانون مهنة الطب الشريفة، يقول أحد المواطنين. وكان أحد المواطنين من المرضى قد أدلى لريفانت.com بأنه أثناء زيارته لطبيبة بالعيادة المشهورة اكتشف بأن إحدى الطبيبات بنفس العيادة المهترئة تستعين بمحرك البحث جوجل في تحرير الوصفات الطبية لدى مرضها دون أن يفصح عن اسمها وتخصص مجال عملها بذات العيادة. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.